السلام عليكم. زاوية أخرى، طليلة على بحر الظلمات، طليلة على المحيط الأطلسي، طليلة على المحيط الأطلسي من مخرج الجديدة أو خرجة الجديدة الجنوبية، يعني في اتجاه حضيرة المحيط، مدينة أسفي، على الطريق الساحلية. المهم نقطعوا شوية في نفس النقطة، إذن في نفس النقطة نشوفوا كيف تتشبت بعض الكائنات الحية بالحياة. هنا عندنا الببوش أو البربوش أو غلالة. صحيح أن هذا وسط سمين ما كيبانش نقي لأنه ما نقيش بالصح. شوفوا تما يا ذاك، كنديروش الإشهار ديال الحليب، ولكن الببوش دابا من بعد الشتا كيصوم، يعني كيسد عليه، كيدخل في واحد النوع من طبيعة الحال. هو الصيام الحقيقي ديالو كيكون في الصيف. مع الأسف هنا غادي نشوف هنا واحد طوالة ديال لي كوش، وكاينين دي كوش كاع اللي سكن فيهم البابوش. ها البابوش في لي كوش. يا الله سيدي، أنا سيدي لا تقولوا لي كتكذب. أحببت دائما من أجل البقاء الكائنات الحية، منها الإنسان تا هو، راه واخا التلوث واخا المشاكل راه صامد. إذن هما شادين في الجير، شادين في الحيط، ولكن إلى إكزيست أونكور. ونطلعو نيت أنا سيدي، رجع شوية أنت، هاي طليلة على البحر. أوني با لوان دو داكشي اللي قلنا. نديرو واحد هنا الخلا ديال الجديدة، بغيتي لوتور وتمشي لكازا. حنا كنشوفو في الشمال، والمصانع منطقة صناعية. أنا واحد الطليلة على البحر كتفكرني في سيدي بوزيد في أسفي. مع الأسف كاين شوية دبابة، ماشي غير دبابة، كاين تا الدخان، كاين لي بارتيكيل سوليد على الجهد، إذا حاسة الشم كتحس بيهم. كيبان لك تما واحد الصف ديال الباطوات، سي نورمال لأن ميناء ديال الجرف الصفر الذي نحن بقربه. المهم كيجي يدي ويجيب، كيجيب مواد وكيخرج مواد. والمهم هو المهم هذا الجزء الجنوبي، يعني اتجاه ديال اسفي. وحنا غادي نودعوكم، نقول لكم بالسلامه.